السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية تحت بازا لنقف على الأشغال نتاع المحطة لتحلية مياه البحر في بلدية فوكا. وللعلم أنه البلدية هذه فيه زوج محطات لتحلية مياه البحر، واحدة بمئة ألف متر مكعب يوميا، وهذه المحطة اللي رانا بصدد الكلام عنها هي الثانية بطاقة إنتاجية تحت 300 ألف متر مكعب يوميا. وللعلم أنه فيه برنامج يمتد على طول الساحل الجزائري لإنتاج ما قيمته 1.3 مليون متر مكعب يوميا. إذن وهذا الحجم الكبير تاع الإنتاج تاع 1.3 مليون متر مكعب يمثل 17% من نسبة المياه المستهلكة في الجزائر. فيه برنامج للوصول إلى نسبة 50% من الإنتاج تاع المياه المحلات في الجزائر في غضون الثلاث سنوات المقبلة. إذن هذا هو البرنامج، وهذا هو هذه هي الأهداف نتاع إنتاج المياه المحلات في الجزائر. أترككم تتابعون هذا الفيديو حول الموضوع، والسلام عليكم. في ظل التغيرات التي يشهدها العالم، تعمل الجزائر على وضع أسس الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن المائي من خلال إنجاز محطات كبرى لتحلية مياه البحر، من بينها محطة تحلية مياه البحر فوكا 2 التي لا تزال في طور الإنجاز بوتيرة إنجاز بلغت 35%. ومن المنتظر أن تدخل هذه المحطة حيز الخدمة بطاقة إنتاجية تقدر ب 300 ألف متر مكعب يوميا، مما سيسهم في ضمان إمداد السكان بالمياه الصالحة للشرب. ومن المنتظر أن تدخل هذه المحطة حيز الخدمة بطاقة إنتاجية تقدر ب 300 ألف متر مكعب يوميا، مما سيسهم في ضمان إمداد السكان بالمياه الصالحة للشرب. تتربع محطة تحلية مياه البحر فوكا 2 على مساحة قدرها 7.15 هكتار. سيسمح مشروع عند دخول حيز الخدمة بتزويد حوالي 3 ملايين مواطن بمعدل 100 لتر في اليوم لكل فرد. المناطق التي سيزودها المشروع ولاية تيبازا، البوليدة، وغرب الجزائر. مؤسسة كونسيدر قنوات جد ندت 1100 عامل، حيث أنها تشتغل بنظام 3 فرق، كل فرقة تشتغل 8 ساعات. المشروع حاليا يقارب نسبة التقدم تاعه 35%. الهدف المنشود إن شاء الله وهو إتمام أشغال هذه المحطة في مدتها المحددة لها، وهي 25 شهر، والتي تكون إن شاء الله بتاريخ ديسمبر 2024. هذه الورشات تعمل ليلا ونهارا بالاعتماد على مكاتب دراسات ويد عاملة جزائرية أثبتت تحكمها التام في مختلف التقنيات، هدفها تسليم هذه المحطة في الآجال المحددة. كمسؤول تقني على الدراسات والقيام بالحسابات الهندسية، نقوم بتصميم مختلف المنشآت بالمحطة، كما نقوم بحساب أحجام الخزانات وأقطار القنوات بهدف ضمان نجاح عملية تحلية مياه البحر بدءا من المرحلة الأولى إلى غاية وصولها إلى شبكة توزيع المياه. نحن كفرع مكلف بمراقبة دراسات الري، بعد استقبالنا لهذه الدراسات من طرف المنجز نقوم بتحليل والموافقة على هذه الملفات من أجل تحديد مميزات الخزانات والقنوات احتراما للمعايير المعمول بها دوليا. على امتداد الشريط الساحلي الذي يتجاوز 2000 كيلومتر، ترتكز الجهود على إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتحقيق الأمن المائي في البلاد.